مين الابرز الاسماء اللي بتعاون الكابتن عمرو انور فريق الشباب السنه دي؟ يعني انا معايا من الموسم اللي فات معايا احمد عبد الظاهر مدرب عام، ومعايا احمد يونس مدرب مساعد، والكابتن ايهاب خميس مدرب حراس مرمى، احمد عيد مدير اداري، دكتور احمد ابو عبله طبيب، والدكتور محمد حسن الاحمال مسؤول عن الاحمال، كابتن محمد السيد العلاج الطبيعي. هم نفس المجموعه اللي كانت موجوده معايا السنه في تفاهم اللي فات. كبير طبعا طبعا، يعني هم احنا دلوقتي يمكن دي ثالث موسم بنتعامل فيه مع بعض. تعاملنا موسم اللي هو اللي قبل اللي فات ده كان مع المواليد 97، والموسم اللي فات مواليد 99، والسنه دي برضه مش عايز اعدي برضه 97. كابتن عمرو انور اخذ الدوري مع 97، يعني انا شايف ان دي برضه من البطولات اللي هي كانت صعبه جدا، لان انا اما استلمت المهمه استلمت في يناير، وانا لما استلمت في يناير كان في حوالي 11 لعيب او 12 لعيب طلعوا اعارات من الفريق، فدي كانت بالنسبه لي كانت صعوبه، فيها صعوبه بالظبط، فاضطريت ان انا في الوقت ده ان انا برضه كنت بعتمد على لعيبه من ال 99 ومن ال 2000 وساعات من 2001 كمان. يعني بس الحمد لله اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، وقدرنا ان احنا نعمل يعني الدور الثاني قدرنا نعمل مباريات قويه جدا، ونعمل كان انت حتى لو تفتكر في مره لما بتكلمني عشان تذيع ماتش الزمالك وماتش بيراميدز لو تفتكر، قلت لك انا ما عنديش مشكله. انت بتقول لي ايه رايك، قلت لك انا ما عنديش مشكله، عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه، وفعلا اللعيبه كانوا على قد المسؤوليه، يعني قدرنا نعمل مباراتين في منتهى القوه، وقدرنا نفوز بالمباراتين يعني مع فرقتين من اقوى الفرق اللي كانوا موجودين في البطوله، وقدرنا ان احنا نحسم البطوله لو تفتكر في الموسم ده قبل ما تخلص باربع ماتشات، فدي ما كانتش حاجه برضو حاجه سهله يعني.